بقوله واتقوا الله ويعلمكم الله. بارك الله لنا بحياة شيخنا الشيخ علي الفروجي ابن رابع سيد أبو تميم وشافاه الله وعافاه ومرضانا ومرضى المسلمين. كان دائما يردد هذه الآية للطلاب في جامع البدرية، طلاب مع الفتح، واتقوا الله ويعلمكم الله. كان يقول لهم أنتم تريدون ويعلمكم الله من غير واتقوا الله، مع أن ويعلمكم الله ما تكون إلا بعد التقوى. واتقوا الله ويعلمكم الله، أما ما في تقوى ما في علم والعياذ بالله. وكان دائما يردد قوله تعالى وإنه لذو علم لما علمناه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا ويقينا. ومن كان الله معلمه فهم كل شيء، نعم فهم كل شيء له طريق إليه، ويصير الكل في حقه لا عجمة فيه. خلاص، إذا رب العزة والجلال تولى تعليمك وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أسأل الله تعالى السلامة. هذه الآية تذكرني بسيدنا محمد ابن المنكدر، قرأ هذه الآية يوما فجعل يبكي ويبكي 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 خوفا من الله سبحانه. فذهب أهله خافوا عليه الهلاك لشدة البكاء، ذهبوا إلى أخيه سلمة بن دينار أبي حازم وقالوا لو تعال انظر إلى أخيك ابن المنكدر، خشينا عليه الهلاك من شدة البكاء. فجاء سيدي أبو حازم الثقة التابعي وقال ما بالك يا أخي، لماذا تبكي؟ قال آية من كتاب الله أبكتني. قال ما هي؟ وقرأ له الآية وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فجلس أبو حازم يبكي معه، تاب الله علينا وأصلح الله عز وجل أحوالنا. يقول هكذا، وهكذا كان إيمان السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فإنهم سلموا بنور الإيمان علم ذلك إلى الله تعالى مع الإيمان والتحقيق لما تعطيه تلك العبارات من المعاني بالتواطؤ عليها في ذلك اللسان المبعوث فيه هذا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالتسليم من كل قاصر عن درجة الكشف واليقين أولى من التأويل. خلاص سلم، ما عرفت أنت، ما سلم الأمر لله سبحانه وتعالى. في الحديث ينزل الله إلى السماء الدنيا، ما عرفت أنت الآن المعنى، خلاص نسلم. ينزلون نزولا يليق بجلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى، ليس كنزولنا والعياذ بالله كما صنع أحد الضلال، كان يخطب على هذا المنبر من قديم الزمان والعياذ بالله مشبه، قال ينزل ونزل عن المنبر كنزول، أعوذ بالله من هذا الضلال، يضرب لك بالأحذية والنعال، أعوذ بالله. كل ما خطر ببالك فهو من نسج خيالك. سيدي الشيخ لطفي الفيومي قال أنا زدت عليها عبارتين المشهورة، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، قال أنا زدت عليها عبارتين كل ما خطر ببالك فهو من نسج خيالك، وهو لا شك هالك، هذا الذي من نسج خيالك
هو لا شك هالك والله بخلاف ذلك. فالتسليم من كل قاصر عن درجة الكشف واليقين أولى من التأويل، لأن غالب الناس ليسوا من أهل الفهم عن الله تعالى. اسمع الكلام، الشعران يقول: لأن غالب الناس ليسوا من أهل الفهم عن الله تعالى لجهلهم وبعدهم بحظوظ أنفسهم عن فهم معاني كلام ربهم سبحانه وتعالى. اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا. وقد وبخ الله تعالى من هذا حاله فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فمن أراد الوقوف على فهم معاني كلام الله تعالى فليعمل بما شرعه الله له. خلاص، الشيء الذي شرعه الله عز وجل لك اعمل به. نعم، وبهذا تكون قد وقفت على فهم معنى كلام الله سبحانه وتعالى. فليعمل بما شرعه الله له من التقوى والعمل، كما كان الأئمة رضي الله تعالى عنه. خلاص، أنت الآن تريد أن تتفقه، نعم، لست أنت مجتهدا، إنما أنت متبع، قرأت الآن ما جاء في فقه أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وعملت بعمله. خلاص، هذا المطلوب منك. هذا قرأ مذهب الشافعية، هذا قرأ مذهب الحنابلة، هذا قرأ مذهب المالكية، نعم، وعمل بما ذكره هذا الإمام المجتهد. نعم، فإنه يفتح له باب العرفان بها، لأن الحق حينئذ يتولى تعليمه إياها. نسأل الله تعالى العافية. اللهم نسألك يا ربنا أن ترضى عنا. نعم، قال: فقبل الغضب ووصف نفسه بأن العبد إذا تصدق مثلا يطفئ بصدقته غضب الله عليه. الصدقة تطفئ غضب الرب، فعل معصية وبهذه المعصية أغضب ربه. نعم، وربنا والشرع أخبرنا بأن هذه الصدقة تطفئ غضب الرب. رحم الله شيخنا الشيخ عبد الرزاق، كان نعم كثيرا ما يردد هذا الحديث: الصدقة تطفئ غضب الرب. ويردد الحديث أيضا بأن الصدقة تسد 70 بابا من أبواب البلاء